معناها الإجابة متاعك تكون واضحة وشافية. حركة النهضة قالت يقصد سعدان الحاج يقصد وأنه منخرطي هذه الحركة هو معناها يقول يستحقون القتل. أنت تقول لا، إذا معناها أنت قلت على الأنصار هذوما متاع يستحقوا القتل، شكون تقصد بالضبط؟ أنا أقصد كنت أقصد بعض من لم ينفذوا الإضراب، ليسوا كلهم من أنصار النهضة. نعم، هناك من أنصار النهضة من نفذ الإضراب العام والتزم بقرار نقابات في الرديف. أنا هذا المقتطع الذي بث ربما في إحدى القنوات في القناة الوطنية الثانية، دعونا نكون واضحين، وأنا بصراحة أدين هذا التصرف من جانب القناة الثانية الوطنية الثانية، أدين هذا التصرف وأدين سلوك الصحفية التي كانت تشرف على إدارة الحوار ليلتها، لأنها دفعت بالأمور نحو تشنج ونحو إدانتي بالفعل، وكانت مقصودة. وأنا سأتوجه بالمناسبة إلى إدارة القناة للتنديد بهذا ولإبداء رأي، وستوجه إلى نقابة الصحفيين كذلك. ولا أريد أن أدخل في حديث عن هذه الصحفية وعن لأن أنأى بنفسي عن هذا الموضوع. أنا لم أقصد بتاتا حركة النهضة عنا فيها أصدقاء وعلاقتي بهم معناها طيبة، وأنا إن كان فهم كلامي أنا قلت وأصدرت بيان توضيحي يوم أمس على الفيسبوك، وتوجهت إلى الحقوقيين وإلى السياسيين وإلى الديمقراطيين في البلاد وإلى كل منظمات المجتمع المدني ربما التي فهمت كلامي على محمل الخطأ، أو التي ربما رأت في هذا التصريح نوع من التشنج والتصعيد. نعم، أنا فيه تشنج، لأن المواقف هذه متشنجة. علاش متشنجة؟ لأني حاليا في الرديف هناك إضراب عن الطعام منذ 22 أفريل بعد صدور نتائج مناظرة الانتداب بشركة وسط قفصة. هناك إضراب نساء ورجال في دار الاتحاد المحلي للشغل بالرديف في إدارة الشركة. اليوم بركة الصباح جيت من الرديف خليت زوز في السبيطار في حالة خطيرة بشهادة الطبيب اللي مشرف عليهم. معناه هناك اعتصامات في 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 معاهد ثانوية، هناك اعتصامات في إدارة الفلاحة، هناك وضع محتقن، وضع يدعو إلى التشنج. تلاعب الحكومة بمفاوضات، تلاعبها بمصالحنا، تلاعبها بمصايرنا، يخلينا متشنجين طبعا. وهناك النقطة هذه سمحني، التصريحات هذه أنا كانت في وضع انفعال ووضع تشنج، ولكني لا أقصد بها القتل بمعنى القتل. وأنا أعتذر، لا يهم من يندد بي من 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 خصومي الذين التنديد هذا ليس بريء والتشهير هذا ليس بريء، يريدون أن يخرجونا عن مسار نظامنا الحقيقي وعن الصراع الحقيقي الموجود اليوم في منطقة حوض المنجمي. ولكن أعتذروا لكل الديمقراطيين ولكل الحقوقيين ولكل السياسيين ولكل منظمة المجتمع المدني، أصدقائنا اللي وقفوا إلى جانبنا واللي ما زلنا نناضلوا مع بعضنا.